ركن هوامش. مشاهدي الكرام، مع الزميل محمد عالم، أكيد أنه حضر لنا موضوعا يسير الحدث، فلنتابعه معا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حصة جديدة من هوامش. نشأت في مرافئ السهر، أجوب ذاهلا حدود الحزن والضجر، اليتم زاد وهجرتي إلى امتداد، سألت عن أبي فقيل مات في معاقل الجهاد. شاعر تتدلى القصائد بين يديه، كما تتدلى العناقد الذهبية بين عرائشها وكؤوسها. هو صاح والآخرون نائمون، هو مجنون ثمل بالشعر والعقلاء الكثرة الكاثرة. العالم نثر وهو شعر كما يقول عبد الصبور. العالم حجر وهو موجة كما يقول بوشكين. العالم عوسج وعاقول وهو وردة ورقة ورد. سلام على القصيدة حية نابضة ملء أصابعه. الضيف الكريم هو الشاعر عياش يحيوي. عياش يحيوي هو صاحب المجموعات الشعرية التالية: تأمل في وجه الثورة، عاشق الأرض والسنبلة، انشطارات الذي عاش سهوا، عبور الجنازة، ما يراه القلب الحافي في زمن الأحذية. أهلا وسهلا بكم أخي عياش معنا في هذا اللقاء الذي يصادف اليوم الوطني ليوم الشهيد. شكرا، هذا يوم طيب من طيبات تاريخ الجزائر، الحافل بالذكريات الماجدة. نعم. ونحن بهذه المناسبة نترحم على كل شهداء الثورة الجزائرية، ونتذكرهم بكثير من الاعتزاز والفخر. ونحن استضفناك لأنك ابن شهيد، والكثيرون هم المبدعون الذين كانت وراء حالات إبداعية طفولة وحرمان ووجع. أنت من بين هؤلاء الذين فقدوا حنان الوالد الذي سقط شهيدا في ساحة الشرف، وقد تناولت هذا الوجع ضمن كتاب من ذاكرة النسيان. هذا الكتاب الذي تناول الأطفال الجزائريين أثناء الثورة وبعد الاستقلال، في كتاب من ذاكرة النسيان. هل عدت بنا أخي عياش إلى الطفولة المحرومة التي شكلت منك شاعرا ومبدعا؟ الطفولة خزان ثري وينبوع صافي للشعر والشعراء وللأدب والأدباء والروائيين بشكل عام. وأنا واحد من أطفال الجزائر الذين تربوا في حضن القرى والمداشر، وعاصروا بمخيلتهم الطفولية أحداث الثورة وأحداث الجزائر وأحداث الفلاحين والبسطاء. منذ سنوات شرعت في كتابة هذه المذكرات المطبوعة في ذاكرة النسيان، سيرة ذاتية، وسيرة ذاتية كسيرة ذاتية للطفل الذي هو الآن شاعر وصحفي، الطفل الذي يختزل كل أطفال الجزائر في تلك المرحلة. فهذا الكتاب كل من يقرأه، خصوصا من سكان المداشر في الخمسينات والستينات، يحس كأنه هو الذي كتب الكتاب. بحيث أني تحدثت على الأطفال وعلاقتهم بالثورة، الأطفال وعلاقتهم بالجبال، بمناخ المكان ومناخ الزمان ومناخ الثورة ومناخ الأناشيد في تلك المرحلة. ولأني دخلت باكرا للمدارس الداخلية، بحيث أني أتذكر في 64 دخلت المدارس أبناء الشهداء كتلميذ في النظام الداخلي، وكل تلك الذكريات التي فصلتني عن جذوري القريبة، جذور القرية، جذور العائلة، الدفء العائلي، سجلتها في هذا الكتاب. وعشت مدة حوالي 13 سنة في النظام الداخلي بعيد عن الأسرة. وهل تظن أخي عياش أن هذه الطفولة وهذا الحرمان ربما من دفء الأسرة، هل انعكست على إبداعك كشاعر؟
عندما طلبت ثورة التحرير من الطلبة الجزائريين في 56، طلبت منهم الالتحاق بالثورة، ترك دراسته في تونس والتحق بالثورة. ولي من أفراد أسرتي من هم شعراء يكتبون الشعر، من بينهم عيسى يحياوي اللي هو كان عضو في جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وهناك من يكتب الشعر الملحون، فأنا ابن أسرة فلاحية ولكنها كانت مثقفة، وجذوري ممتدة إلى وقول الشعر ربما فيه فطرية يعني. صحيح. وإلى جانب هذا طبعا كان اهتمامي الباكر أنا بالكتابة، اهتمامي الباكر بالكتابة، بحيث أني بدأت الكتابة وأنا ابن حوالي 15 سنة فقط. ومن ذاكرة النسيان احنا مازال نتحدث عليها، كنت نشرتها في حلقات في جريدة الشعب والمساحة حيث كنت أعمل، ولاقت صدى كبير في الوقت ذاك. وأنا أتذكر الآن كلمة قالها لي الأستاذ الأديب الدكتور عبد الله كيبي، نذكره الآن بخير ولأنه واحد من الأدباء المحترمين في الجزائر، قال لي إنك تكتب أشياء دقيقة لم يلتفت إليها الروائيون الجزائريون. وأذكر أن بعض النقاد في الجزائر كتبوا على من ذاكرة النسيان وهي تنشر على حلقات الصحافة، كتبوا عنها دراسات أفادتني، ولأن الكتاب في حد ذاته هو ليس كتابا تاريخيا، إنه كتاب انشطاري يتحدث عن الذاكرة وعن تفاصيل الطفولة، تفاصيل القرية، تفاصيل الجبال، تفاصيل الثوار، تفاصيل التي لا يتناولها عادة المؤرخون وينتبه إليها الطفل بمخيلته الخاصة. الأخ عياش، طبعا أنت صاحب الآن مجموعات شعرية خمس، بدءا بتأمل في وجهة الثورة إلى طبعا المجموعة الأخيرة عبور الجنازة. عبور جنازة. عندما نتأمل ونقرأ مجموعاتك الشعرية نلاحظ وكأن هذا النتاج هو نتاج الثورة التحريرية، بحيث أنك كلما حاولت أن تنفصل وأن تتجاوز ذاتك أو تتجاوز ذلك، إلا وأنك تقع حبيسا في موضوع الثورة. هذا أمر طبيعي. توافقني في ذلك؟ أوافقك إلى حد كبير، لأن أنا ابن جيل نشأ في مع نهاية ولد مع نهاية الثورة، ومخيلته وذاكرته وما أسجل الآن في الذاكرة هو أقوى مما أقرأه في التاريخ، لأن ما أشاهده يعني. أنا ابن قرية هدم منزلنا وأنا ابن عام، ابن عمري سنة، تهدم المنزل تاعنا، هدمه الجيش الفرنسي في الوقت هذاك. وأتذكر أني انتقلت من قريتي أنا وأخي وأمي من قرى إلى قرى، ومن عائلات إلى عائلات، قرى لا نعرفها وعائلات لا نعرفها، وسحنا في الجبال إلى أن وصلنا إلى منطقة جبل بوطالب لدى عائلة مجاهدة، خوفا من الاستعمار وخوفا من المتابعة، لأن بعد تهديم البيت صارت متابعة الوالد في مناطق القتال في منطقة جبل الأوراس، وإحنا ضايعين يعني في إلى حتى الاستقلال، باش صرنا تجمعنا من جديد في بيت طيني في قرية. وما كان يفعله الجيش الفرنسي في الفلاحين وفي البسطاء وفي أصوات البارود وأصوات والخيل تاع الخيل التي كان يركبها المجرمون في تلك المراحل من الخونة ومن المرتبطين بالاستعمار، ما زالت موجودة في أنا. يمكن الجيل الذي يأتي بعدنا يمكن أن ينفصل عن الثورة، أما نحن فالثورة موجودة فينا، وهذا طبعا حولنا كثير من الديكور اللي هو مربوط بهذا الجيل. نحن نعايش هذا الجيل بشكل عادي لأننا ما زلنا شباب، ولكن نحن نختزن في أعماقنا كثير من الأشياء العظيمة المربوطة بثورة التحرير التي قد تكون مجرد شعارات لدى البعض، أما نحن فلو فتحوا صدورنا لوجدوا هذه الأشياء اللي هي مربوطة بذاكرة النسيان.
ويعتبر ذلك إسقاط يعني طبيعي. طبيعي. نعم مشروع.